لدى تشريف سموه للاحتفال باليوم الوطني التايلندي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد تطورا مستمرا يزداد رسوخا يوما بعد آخر. وأعرب سموه عن خالص تهانيه لصاحب الجلالة الملك مهافاجير أولونج كورن ملك مملكة تايلاند الصديقة والجنرال برايوت تشانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند والشعب التايلاندي الصديق بالعيد الوطني، متمنيا سموه للمملكة الصديقة وشعبها استمرار التقدم والازدهار. وقال سموه: إننا حرصنا اليوم على المشاركة في هذا الاحتفال لنؤكد عمق الروابط التي تجمعنا بمملكة تايلاند وشعبها الصديق، والذين يجمعنا بهم تاريخ طويل من الصداقة والتعاون. وكان سموه قد حضر الاحتفال الذي أقامته سفارة مملكة تايلاند الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لمملكة تايلاند، حيث كان في استقبال سموه سعادة السيد تانيسنا سونغلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى المملكة وعدد من رجال الصحافة والإعلام والمدعوين. وبهذه المناسبة أشاد سموه بما وصلت إليه علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة من مستويات متقدمة في شتى المجالات، وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون مع مملكة تايلاند الصديقة وفتح آفاق جديدة في شتى القطاعات بما يعزز من الشراكة القائمة بين البلدين ويلبي التطلعات المشتركة. واستذكر سموه الزيارة الناجحة التي قام بها الجنرال برايوت تشانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة إلى مملكة البحرين العام الماضي، والتي أسفرت عن العديد من النتائج التي عززت من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به أبناء الجالية التايلندية في مملكة البحرين في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، مؤكدا سموه أنهم يحظون بكل الاحترام والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي. من جانبه أعرب السفير التايلاندي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه للاحتفال، مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين وتقويتها بالشكل الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.